هنا أصوات انفجارات جديدة الآن هنا في هذه المنطقة، ربما نلاحظها وتشاهدونها في الكاميرا في مناطق شمال قطاع غزة. سماء شمال قطاع غزة فرح، أصوات انفجارات، وكذلك يبدو أن القبة الحديدية تحاول في أي منطقة باسل؟ في أي منطقة؟ هل يمكن أن تحدد في أي منطقة تقع هذه الانفجارات التي نسمع صوتها؟ بالضبط هذه في مناطق شمال غرب قطاع غزة، منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة، وهي المنطقة التي تعرف بمنطقة السودانية، منطقة شمال غرب قطاع غزة التي يتضح أن هناك غارات إسرائيلية وكذلك أصوات رشقات الصواريخ التي تطلق من هناك. على أي حال لم يهدأ هذا المكان، المستشفى حيث نحن هنا منذ أكثر من 4 ساعات، مستشفى بيت حانون صغير الحجم، كثير الضغط الآن كما نشاهد فيما يتعلق بأعداد المصابين. واضح أن هناك تركيز أيضا يبدو من قبل سلطات وجيش الاحتلال بتنفيذ غاراته في مناطق شمال قطاع غزة دون وضوح الأسباب حقيقة حتى هذه اللحظة. الأمر اللافت الآخر بخلاف المكان الذي يتم قصفه هو طبيعة المصابين، حيث يتم استهداف مناطق متعلقة بالمدنيين. كل المصابين الذين لاحظناهم هنا أو بالإجمال كل من رأيته أنا على الأقل ونقلناه عبر الكاميرا هم مصابون مدنيون وصلوا بسيارات الإسعاف ما استطاعت الوصول، وكذلك سيارات للمواطنين الذين نقلوا إلى المكان. ونحن نستطيع من هذه الصور أن نلاحظ شو اللي صار عندكم؟ نعم. قذيفة على شباب قاعد على باب الدار وكلهم مصابين. في أي منطقة كنتم؟ في الزيتون عند جامعة صلاح الشهادة. منطقة الزيتون بيت حانون. بيت حانون صلاح الشهادة. إيش طبيعة اللي صار؟ ضربوا اللي هو قصفوا صاروخ، شباب كانت قاعدة منهم أولادي وجيراننا. أولادك كيف وضعهم الآن؟ الحمد لله بخير، ولدي اللي عندي بخير الحمد لله. طيب. أبوي على الدار يعني في بيجي 6 حتى لا مش عارفين مين الإصابات. طبيعة الإصابات اللي إحنا شفناها كلها في واحد استشهد. إحنا شفنا معظمهم مدنيين. كلهم مدنيين. كلهم قاعدين على باب الدار مدنيين، مش لا ضربين صواريخ ولا حاجة. والحمد لله. طيب يعني من بين أفراد أسرتك لم يوجد مصابين؟ لا ابني وأبوي. مصابين. مصابين. ربنا يطمنكم عليهم. شكرا شكرا، ونقدر الوضع بالتأكيد. هؤلاء شهود العيان الذين نحاول يعني الاستماع إلى شهاداتهم وما يحدث في هذه المنطقة. طبعا أمام هذا العدد الكبير من الضحايا والشهداء والجرحى، ماذا يقول الناس الذين أراهم يتجمعون خلفك في الصورة؟ يعني ما هي ردود فعل المشاركين حاليا؟ يعني هؤلاء الحشود الذين يستقبلون المصابين في هذه الصورة أمامنا، هؤلاء المتظاهرين هنا أو المتجمعين في هذا المكان معظمهم من أقارب المصابين. نحن نتحدث عن هذا المكان 60 إصابة كانت قبل ساعتين، والآن تضاعف العدد، ربما وصل إلى أكثر من 80 أو إلى قريب 100 إصابة، 40 إصابة، نحو 40 إصابة وصلت إلى هذا المكان خلال الساعة الأخيرة فقط. وهؤلاء معظمهم من أهالي المنطقة، أهالي الحي، وهي منطقة يعني بها عائلات، يعني معظم سكان هذه المنطقة من عائلات مركزة، وبالتالي يأتون إلى هذا المكان اطمئنان على سلامة المصابين أو الوصول وإمكانية المساعدة في نقل المصابين. ذكرت لك جانب من نقل المصابين يتم من خلال سيارات المدنيين، نظرا لكثافة أعداد وكثرة أعداد المصابين الذين يتم نقلهم من منطقة الزيتون ومنطقة البورة، وهي مناطق أحياء في منطقة بيت حانون أقصى شمال شرق قطاع غزة. كما ذكر شاهد العيان بأنه المنطقة المصابة المستهدفة كانت لمجموعة من المدنيين يتواجدون أمام أحد منازلهم، وتم استهدافهم بشكل مباشر ما رفع عدد المصابين في صفوف المدنيين إلى هذا النحو الذي لم يتوقف منذ أكثر من 40 دقيقة، ونحن ننقله على الهواء مباشرة. هناك أيضا انتشار لعناصر الأمن والشرطية يحاولوا ضبط الحالة الأمنية هنا أمام بوابة مدخل الطوارئ الرئيسي في مستشفى بيت حانون، بالإضافة إلى تأهب سيارات الإسعاف على الناحية الثانية لجلب مزيد من المصابين في مناطق يتم استهدافها، ورفع حالة الطوارئ هذه استجابة لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية بوجود عدد من برفع حالة الطوارئ لاستيعاب حالات الإصابة الكبيرة، وكذلك استجابة لحالة الطوارئ التي أعلنت عنها وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة. إذا ما سألنا عن الوضع الإنساني